باللي كتكون عندنا ظروف كبرى تدخل جلالة الملك مباشرة وكيتكلم معنا وكنلقاو حل. هذا شيء، هذه الدولة، هذا جلالة الملك هو كيعرف علاقتنا معاه، كيعرف موقفنا منه، كيعرفنا مزيان جلالة الملك، كيعرف الحزب ديالنا مزيان. لكن ما يمكنش داخل الأغلبية ديالنا يكون عندنا 125 ولا 124 نائب برلماني وجي واحد ما كملوا الفريق إلا بالصعوبة يبغي يفرض علينا الإرادة ديالو، ما يمكنش. وراه الدكتور سعد الدين العثماني راه ماشي بوحدو، وراه واخا رقيوك راه تا هو كيعرف يغضب. اللي بغى يمشي يلعب داك الرياضه ديال الجبون سميتها سومو، يمشي يلعب. هذه راه السياسه، هذه اسمحوا لي احترمونا شي شويه، حنا كنراعيو صحيح كنراعيو وكذا الى اخره، وتجرعنا شحال من مصيبه وصبرنا ودخل الحزب اللي كنتكلموا عليه بالزمنة والى اخره، واني ما تبالغوا شيء. راه العداله والتنميه ما غيتبدلش، راه العداله والتنميه هو العداله والتنميه، واخا يقودوا سعد الدين العثماني ولا عبد الاله بن كيران ولا مصطفى الرميد ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم، راه هو العداله والتنميه. ما عمره غيقدر يتبدل، وما عمره غيقدر يتغير، وما عمره غيبدل الجلده ديالو. الاخوان نطالبوا الناس اللي تديهم الشغل يراعيوا لينا شي شويش، رحنا في النهايه راه جينا غير ندافعوا على بلادنا. الله يخليك السي سعد، اذا قال لك سيدنا نحلوا هذا الحزب اجي نحلوا، الله يخليك غنكون معك صريح بالحق سيدنا. الاخرين باركه من البساله،